السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات ديال القفطان المغربي. اليوم جبت لكم آخر ما كاين في القفطان، القفطان في حلة جديدة، كنتمنى إن شاء الله تشكل من الإعجاب ديالكم. كاين مجموعة من الموديلات، كاين الأتواب ديال الصاري الهندي، وكاين أتواب ديال التليجة المبرة، كاين موديلات ديال البروشيد، كاين التليجة العادية، تشكيلة متنوعة ورقية آخر ما كاين في القفطان المغربي لهاد السنة هذه. كنتمنى إن شاء الله هاد التشكيلات من الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو كيف العادة ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب، زر لايك، باش نبقى إن شاء الله دائما نشارك معكم آخر الموديلات ديال القفطان المغربي. كنتمنى لكم فرجة ممتعة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.